السلام عليكم، معاكم دكتورة أمينة الأميري، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميلية والليزر. العالم يعيش اليوم أزمة كورونا المستجد، الله يحفظ ويسلم الجميع. من أهم النقاط اللي أحب أنبه عليها أن نحن نحاول نخفف من استخدام المعقم ونستبدله بالماء والصابون وغسول اليد. بعد كل غسلة يد نحاول نحط مرطب، لأن كثر استخدام الغسول أو المعقم ممكن يسبب جفاف البشرة، والجفاف ممكن يؤدي لشقوق ويؤدي لحساسية وبالتالي تخفيف مناعة الجلد. وبعد من الأمور المهمة أن احنا ننظف بشرتنا تنظيف عميق باستخدام الغسول المناسب. وبالنسبة لأحبائنا المصابين بجفاف الشديد في البشرة، مثل اللي عندهم إكزيما واللي عندهم صدفية، نقول لكم أن اليوم المرطب أو دائما بس بالذات في الفترة المرطب صديقكم المحب، نمنع جفاف البشرة ونمنع تفاقم حالتكم الصحية.